الأخبار من أونلاين، فكل عام أنتم بخير ومصر في عزة وانتصار. في مثل هذا اليوم قبل 44 عام أمس الشرق الأوسط على بوادر فجر جديد بعد أن تمكن الجيش المصري من تغيير خريطة المنطقة بل والعالم بانتصار أكتوبر المجيد. سلسلة معارك حاسمة خاضتها القوات الجوية والبرية والبحرية انتهت بتحقيق معجزة عسكرية وتكللت بتحرير الأرض واستعادة الكرامة. معركة الفردان إحدى هذه المعارك التي وقعت في شرق الإسماعيلية وانتهت بسحق شامل للواء 190 مدرع إسرائيلي وأسر قائده اللواء العقيد عساف يجوري وأسر 8 دبابات سليمة. تفاصيل هذه المعركة خلال هذا العرض مع الزميل حسني بشير. في الأيام الأولى للحرب أسقطت قوات الدفاع الجوي المصرية العشرات من طائرات العدو التي بدأت هجوما مكثفا في محاولة لوقف تقدم الجيش المصري الكاسح، لكن حائط الصواريخ المصري أنهى للأبد صورة التفوق الجوي الإسرائيلي، لدرجة أن صدرت أوامر صريحة لطياري العدو بعدم الاقتراب من الجبهة المصرية. العدو اضطر أن يلجأ للاختيار المر وهو مواجهة القوات المصرية على الأرض. في يوم 8 أكتوبر وبعد تكرار المحاولات الفاشلة للقوات المدرعة الإسرائيلية للهجوم المضاد على عدة محاور على طول خط المواجهة، كان من أهمها ومن أكثرها حيوية قطاع شرق الإسماعيلية في شمال منطقة البحيرات والذي يؤدي مباشرة إلى كوبري الفردان وخط السكة الحديد وإلى مدينة إسماعيلية على الضفة الغربية. بدأت الفرقة 162 المدرعة بقيادة إبراهام أدان الهجوم على القطاع، وكان رأس حربة التشكيل اللواء 190 مدرع بقيادة العميد عساف يجوري في مواجهة فرقة أدان. كانت الفرقة الثانية المدرعة وهي أول فرقة مصرية أتمت العبور إلى الضفة الشرقية يوم 6 أكتوبر. كان القائد هو البطل العميد حسن أبو سعدة الذي أشاد به وبخطته لإدارة المعركة الرئيس الراحل السادات في مذكراته، وهي خطة تدل على ذكاء حاد وعزيمة لا تلين وثقة لا حدود لها في الله وفي جنودها أيضا. هذه الخطة للعميد أبو سعد اعتمدت على استيعاب القوى المهاجمة، حيث أصدر أوامره للقوات في قلب الفرقة بالتراجع مع إيهام العدو أن الطريق مفتوح أمامه حتى شاطئ القناة. في الوقت الذي كانت فيه أطراف الفرقة الثانية المصرية تطوق القوة المهاجمة من الأجناب، حتى أصبحت القوات المصرية تحيط بقوات العدو من 3 جهات في تشكيل يشبه حدوة الحصان. وعندما أصبحت القوات المتقدمة على بعد 3 كيلومترات فقط من شاطئ القناة، فتحت الفرقة الثانية النيران من الجهات الثلاث ليتم سحق القوات المهاجمة بالكامل، وتم أثر 8 دبابات سليمة بعد استسلام أطقمها من بينهم قائد اللواء المدرع 190 عساف ياجوري في معركة استمرت لنصف ساعة. معركة الفردان وغيرها من المعارك في تلك الأيام المضيئة بدأت بتأكيد حقيقة أن مصر دائما هي مقبرة للغزاة بصلابة وحكمة أبنائها الأبطال. على هامش احتفالات 6 أكتوبر نظمت القرية الفرعونية معرض السفارات، حيث يقوم ممثلو كل سفارة بتقديم لمحة عن ثقافتها الخاصة من خلال الزي والعادات ومنتجات تعكس الروح الحضارية للبلدان المختلفة.
في إطار احتفالات 6 أكتوبر نظمت القرية الفرعونية معرض السفارات دعما للتواصل المجتمعي وتبادل الثقافات ما بين مصر والدول الأخرى. النهاردة عندنا حدث احنا بنعتبره حدث كبير ان احنا مجتمعين او عندنا معرض لمجموعة من السفارات سواء الاجنبية او السفارات العربية، 5 سفارات النهاردة بنحتفل معاهم بالاحتفالات المصرية والاحتفالات الخاصة بيهم هم في اليوم ده. الهدف منه ان احنا نعرف ثقافات هذه الشعوب والدول المختلفة. شارك بالمعرض 5 سفارات وهم سفارة اندونيسيا والفلبين والسودان وكوتيفوار وبيرو، وعبرت كل سفارة عن عاداتها وتقاليدها مرتدية الزي الرسمي الخاص. من الهام أن تعرض كل السفارات ما لديها من ثقافة، ومن المعروف أن مصر لها حضارة عريقة، ولكن أيضا باقي السفارات لديها حضارتها الخاصة لتعرضها للعالم، وهذا ما نقوم به اليوم. إننا سعداء لدعوتنا اليوم لنشارك المصريين احتفالاتهم بذكرى 6 أكتوبر، هذه المناسبة الهامة في التاريخ المصري. واليوم تعرض الفلبين عاداتها وتقاليدها والفنون الفلبينية. يعني ده الشيء الكويس اللي مصر بتعمله، ان هي بتنقل ثقافات الدول الافريقية كلها، مأكل وملبس ومشرب وعادات وتقاليد والحاجات اللي بتتميز بها البلد. جاء هذا المعرض هدفا لتبادل الثقافات ما بين مصر والدول الأخرى احتفالا بذكرى هذا اليوم العظيم في تاريخ مصر الحديث. مرنا عادل، أونلاين. كشف مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتانيكوف عن مساعدة من جهاز المخابرات المصرية للسلطات الروسية في إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية داخل روسيا. وأوضح بورتانيكوف بحسب ما ذكر موقع اليوم السابع نقلا عن وكالة تاس الروسية أن هناك تعاونا مثمرا بشكل خاص هذا العام مع الجانب المصري ومجموعة من الدول بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية. أعلن الجيش الليبي تحرير كامل مدينة سبراتا الساحلية من الميليشيات الإرهابية الموالية لتنظيمي داعش والقاعدة. وضع بيان صادر عن غرفة محاربة داعش في سبراتا جميع المواطنين بالمدينة وضواحيها إلى عدم المساس بأي جسم مشبوه أو الاعتداء على أملاك أو أرواح عائلات المتهمين. وأضاف البيان أن على كل من له مظلمة اللجوء إلى الجهات القانونية للمطالبة بالحقوق للمساهمة في تثبيت الأمن والأمان في ظل الجيش الليبي والأجهزة الأمنية والقوى المساندة. رفضت المملكة العربية السعودية الاتهام الذي وجهه أو وجه للتحالف العربي بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال في اليمن ووصفتها بأنها غير دقيقة ومضللة. قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، قال إن تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في اليمن اعتمد على معلومات مضللة وما ورد فيه غير صحيح، وأن التحالف العربي يتخذ جميع الإجراءات والتدابير لحفظ الأطفال باليمن. قتل أكثر من 150 مدنيا بينهم 18 طفلا خلال غارات روسية على مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 150,000 مدني نزحوا من المنطقة الواقع عند أطراف دير الزور وصولا إلى شرق وغرب منطقة الميادين عائدين إلى مواطنهم الأصلية في البادية السورية وريف الزور الشرقي خلال 20 يوم الماضية، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات الأممية لهؤلاء النازحين. ولفت المرصد إلى انسحاب نحو 1500 مسلح من تنظيم داعش الإرهابي إلى مناطق أخرى جراء قصف لطائرات التحالف الدولي في معاقلهم بمدينة الميادين، موضحا أن منطقة البوكمال في دير الزور تعد آخر المعاقل التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي. تمكنت القوات الجوية للتحالف الدولي من تدمير سيارة ملغومة غربي قضاء القائم بالعراق. أكد مصدر أمني عراقي أن السيارة الملغومة كانت متوجهة لاستهداف القوات الأمنية. يأتي هذا في الوقت التي تشن فيه القوات الأمنية المشتركة والحشدين الشعبي والعشائري حربا شرسة ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء القائم وراوة، في حين تمكنت من تحرير قضاء عنا بالكامل، فيما أعلنت وكالة الأنباء العراقية عن مقتل أبرز ناقل أسلحة ومتفجرات وأدوية في التنظيم الإرهابي في قصف جوي استهدف مركبته شمال شرقي ديالى. وجاءت عملية قصف المركبة التي كان يستقلها بعد متابعة استخباراتية دقيقة وبعد مقتل ضرب قاسمة للتنظيم الإرهابي.
قالت إيران إن برنامج للصواريخ الباليستية مخصص لأغراض دفاعية فقط وغير قابل للتفاوض، نفية تقريرا إعلامي أفاد بأن طهران ربما تكون منفتحة على بحث البرنامج مع القوى العالمية. قال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده أكدت في كل الاجتماعات الثنائية الدبلوماسية أن برنامج الصاروخي لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231. تتوقع وسائل إعلام غربية أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل أنه لا يضمن أن تلتزم طهران بالاتفاق النووي، ليرمي بذلك الكرة في ملعب الكونغرس بشأن هذا الملف، حيث يعتبر الرئيس الأمريكي أن إيران لا تحترم روح الاتفاق الذي أبرمته 6 أطراف دولية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وأفاد ترامب أن التاريخ الحاسم للإعلان عن موقفه سيكون في 15 أكتوبر الجاري. قالت مصادر إن الجيش السوري وحلفائه اقتربوا من مدينة الميادين الواقعة شرق البلاد التي تعد القاعدة الرئيسية الحالية المتبقية لتنظيم داعش الإرهابي. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن القوات باتت على مسافة أقل من 10 كيلومترات من المدينة وسيطرت على مواقع ومرتفعات موازية للطريق الرئيسي الذي يربط بين دير الزور والميادين. أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة سترفع جزءا من عقوباتها الاقتصادية والتجارية على السودان، وذكر المسؤولون أن السودان سيظل على لائحة الدول الراعية للإرهاب مع بقاء بعض العقوبات الموجهة ضد الخرطوم. وقال المسؤولون أن النظام السوداني حقق تقدما فيما يخص وقف ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل. قرر كايشا بانك ثالث أكبر بنك إسباني نقل مقر خارج كاتالونيا بسبب الوضع السياسي والاجتماعي الحالي في المنطقة. وقال البنك في بيان له إن المقر الاجتماعي سيتم نقله من برشلونة إلى فالنسيا لضمان حماية العملاء والمساهمين والموظفين والحفاظ على السلامة القانونية والنظامية. تأتي خطوة البنك بعد تهديد سلطات إقليم كاتالونيا بإعلان الاستقلال من جانب واحد، فيما ترفض الحكومة الإسبانية الخطوة التي حظر القضاء من قبل. قضت محكمة بالسجن 10 سنوات على امرأة فرنسية بعد أن سافرت إلى سوريا حيث كان ابنها يحارب في صفوف تنظيم داعش. وألقي القبض على كريستين ريفيير التي أطلق عليها المحققون لقب الجدة الجهادية في 2014 بعد 3 زيارات لسوريا، قالت إن الهدف منها كان قضاء وقت مع ابنها خشية أن يقتل. وقال القاضي الذي أعلن القرار إن ريفيير أظهرت التزاما ثابتا بدعم داعش وساهمت في تعزيز تنظيم من الناحية اللوجستية. واعتبر القاضي أن الأمة مشاركة في جريمة ابنها كونها لم تحاول إقناعه بالعدول عن أفعاله وأنها شجعته عليها. وألقي القبض على تايلر فيلوس في يوليو 2015 في تركيا، وهو مسجون حاليا في فرنسا، ويشتبه في أنه كان على صلة بالشبكة التي خططت ونفذت هجمات نوفمبر 2015 في باريس التي قتل فيها 130 شخص. تسببت العاصفة المدارية نيت في مقتل 22 شخصا على الأقل في أمريكا الوسطى بعد اجتياحها المنطقة مصحوبة بأمطار غزيرة وهي في طريقها إلى منتجعات المكسيك المطلة على الكاريبي وإلى خليج المكسيك. وفي نيكاراغوا قالت روزاريو موريلو نائبة رئيس إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وإن هناك 7 مفقودين، مشيرة إلى أن ألافا قد اضطروا إلى مغادرة منازلهم جراء الفيضانات. وقال مسؤول طوارئ في كوستاريكا إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا جراء الأمطار الغزيرة من ضمنهم طفلان، بينما اعتبر 17 آخرون في عداد المفقودين. وقالت السلطات إن 7000 شخص احتموا من العاصفة في ملاجئ. ظهرت بوادر تهدئة بين الداعين للانفصال والحكومة في إسبانيا قبل 3 أيام من موعد حددته كاتالونيا لإعلان الاستقلال من طرفه، وذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي مع أعضاء حكومته، حيث أعلن رئيس كاتالونيا كارلس بوتشيمون إرجاء كلمة كان سيلقيها أمام برلمان المنطقة في جلسة مقررة الاثنين، داعيا معسكره الانفصالية إلى التفكير. يأتي هذا بينما يسود توتر شديد بين مدريد وبرشلونة الغارقتين في أخطر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ العودة إلى النظام الديمقراطي في 1977.
فازت الحملة الدولية ضد القضاء على الأسلحة النووية بجائزة نوبل للسلام اليوم، وتقدم جائزة نوبل للسلام وقيمتها 9 ملايين كرونة سويدية أي 1,100,000 دولار أمريكي في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 10 ديسمبر المقبل. وإلى أخبارنا المحلية، حيث استقبل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال زيارته للإسماعيلية، حيث عقد وزير الأوقاف اجتماعا مهما مع قيادات الدعوة في الإسماعيلية بديوان عام المحافظة وبحضور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وشيخ مجدي بدران مدير أوقاف الإسماعيلية، حيث أوضح جمعة خلال الاجتماع خطة الوزارة الدعوية إضافة إلى بحث آليات متابعة وقياس الأداء. وخلال الاجتماع أكد وزير الأوقاف أن مصر تواجه معركة كبيرة وحقيقية مع الإرهاب والجماعات المتطرفة التي أصبحت صناعة وتجارة حقيقية، مضيفا أن المعركة ضد الإرهاب لا تقل أهمية عن معركة العبور العظيم في حرب أكتوبر المجيدة. أمامنا معركتان كبيرة لا تقلان شأنا ولا أهمية عن معركة العبور، وليس كلاما نظريا وإنما بحق ويقين. المعركة الأولى هي معركتنا الحقيقية مع الإرهاب والجماعات الإرهابية المتطرفة التي لم تعد مجرد جماعات هاوية أو مجرد مجموعة من الصبية أو الشباب المتهورين هنا أو هنا أو هناك، وإنما أصبح الإرهاب صناعة وتجارة حقيقية. قال وزير الثقافة حلمي النمنم إن المعركة التي تخوضها مصر اليوم ضد الإرهاب أخطر بكثير من الحروب التي خاضتها مصر في السادس من أكتوبر عام 73. كما أشار النمنم إلى وقوف وزارة الثقافة جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لبناء الإنسان الذي يفيد المجتمع بأسره. الإنسان المصري هو الأساس، وده اللي احنا محتاجينه اليوم. نحن اليوم في معركة أخطر كثيرا من معركة 6 أكتوبر 73. في 6 أكتوبر نحن كنا أمام عدو واضح عارفينه كويس، وزي ما قال سيادة المحافظ كنا دارسينه كويس، عارفين قواته النيرانية شكلها إيه، قوته التسليحية، قوته التدريبية، كل شيء كنا عارفينه. لكن نحن الآن نواجه عدو يسكن بيننا في داخلنا، وبالتالي المعركة صعبة. وفي هذه المعركة، معركة الإنسان ومعركة مواجهة الإرهاب ومواجهة الترهل الإداري وضرورة زيادة الإنتاج القومي وتحقيق التنمية، يأتي في مقدمة صفوف هذه المعركة وزارتي الأوقاف والثقافة معا. وفي تصريحات خاصة إلى أونلايف قال وزير الثقافة حلمي النمنم إن محافظة الإسماعيلية كان لها دور كبير في معركة أكتوبر، وهي جزء مهم وأساسي من تاريخ الوطن. احنا بنبدأ الاحتفال من محافظة الإسماعيلية بالنسبة لي لأكثر من سبب. عمليا محافظة الإسماعيلية كانت مسرح من مسارح حرب الاستنزاف، واستشهد عند المعدية 6 هنا في الإسماعيلية الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة يوم 9 مارس 69. وأيضا من نفس المنطقة بدأ بناء أول رأس جسر على القناة يوم 6 أكتوبر، وده حدث وقتها يمكن اللي ما عاشوش اللحظة ديت ما يعرفوش قيمتها. لكن في كل الأحوال احنا اليوم بحاجة أن نستعيد روح أكتوبر. وفي تصريحات خاصة مع أونلايف أشهد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بدور مواطني القناة خلال حرب أكتوبر المجيدة وما تحمله من مشاق وصعاب حتى تحقق النصر المنشود. بنتكلم على مواطنين محافظات القناة لهم دور رئيسي، كانوا خط الدفاع الأساسي عن الوطن في مجابهة العدو الإسرائيلي، تحملوا أعباء وتحملوا أمور
لا يطيقها غير بطل. هجروا من منازلهم، تحملوا القصف والضرب مع جنود القوات المسلحة المصرية كتفا بكتف، واللي بالتالي هم دورهم رئيسي في تحقيق هذا الانتصار الرائع. ويمكن أنا بعتبر أن ما يحدث على أرضهم اليوم من معركة أخرى ومن أمور أخرى خاصة بالتنمية هو تعويض إلهي ورؤية لقيادة رأت أنهم يستحقوا كل ما يحدث على أرضهم من مشروعات تنموية وخلافه. شهد معظم أنحاء الجمهورية اليوم طقسا معتدلا من السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، فيما كانت الطقس مائلة للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. تابعوا المزيد عن أحوال الطقس وتوقعات خبراء الأرصاد مع نيرفانا العبد. مشاهدينا مع نشرة جوية جديدة من أونلايف. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية. وننتقل إلى سرعة الرياح، ففي السواحل الشمالية الغربية تبلغ سرعة الرياح 15 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة يكون ما بين 40% للصغرى و70 للكبرى. وفي الوجه البحري والقاهرة تصل سرعة الرياح إلى 8 عقدة في الساعة، وتتراوح الرطوبة بين 25 للصغرى و65 للكبرى. أما في جنوب الصعيد تصل سرعة الرياح إلى 12 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة بين 15% للصغرى و30 للكبرى. وننتقل مشاهدينا إلى بيان بدرجات حرارة محافظات مصر، ونبدأها بالقاهرة حيث تسجل الكبرى 34 والصغرى 24 والجو حار نهارا وصافي ليلا. أما في الإسكندرية تسجل الكبرى 33 والصغرى 22 والجو صافي نهارا وليلا. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 29 والصغرى 24 لتكون نسبة الرطوبة في ذلك اليوم 61%. أما في أسيوط تسجل الكبرى 36 والصغرى 22 والجو صافي طوال اليوم. أما في المنيا تسجل الكبرى 33 والصغرى 22 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 33 والصغرى 27 والأجواء حارة نهارا وصافية ليلا. وفي أسوان تسجل الكبرى 37 والصغرى 22 والجو حار نهارا وصافي ليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 36 والصغرى 22 والأجواء حارة نهارا وصافية ليلا. أما في حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 32 والصغرى 22. ودعونا ننتقل مشاهدينا إلى أحوال الطقس في الدول العربية، حيث تبقى حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت. ونبدأها بطرابلس، حيث تسجل الكبرى 27 والصغرى 20. أما في دمشق تسجل الكبرى 29 والصغرى 14. وفي الرياض تسجل الكبرى 38 والصغرى 23. وفي أبو ظبي تسجل الكبرى 37 والصغرى 29. أما عن الجزائر تسجل الكبرى 24 والصغرى 13. وأخيرا في القدس تسجل الكبرى 26 والصغرى 17. وبهذا تكون قد انتهت نشرتنا الجوية، وإلى اللقاء. نظمت دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. تضمن الاحتفال مجموعة من أشهر الأغنيات الوطنية التي ساهمت في تشكيل وجدان الشعبين المصري والعربي، وشهد بها نخبة من نجوم الغناء والطرب بفرق الموسيقى العربية التي تضم أكثر من 15 عملا فنيا وطنيا. Thank you.
تتجدد الأخبار على رأس الساعة.